عايز اتقدم بخالص الشكر والتقدير للمحترم الاستاذ عادل امين المنسق العام لحملة شباب مصر 2030. مصر تستطيع 2030، شباب مصر وحملة 2030. بشكر الأستاذ عادل أمين المنسق العام، وبشكر اللجنة الإعلامية والمنسق الإعلامي الأستاذ نجلاء الناجي، وبشكر اللجنة اللي اختارت المكرمين، واختياري من قبل الحملة ومن قبل اللجنة المنظمة وكواحد من ضمن الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا وسام على صدري، أشكركم شكرا جزيلا. حفل كان رائع في فندق سفير، ويمكن يعني للذي لم يتابع، يعني احنا عملنا تغطية موجودة على القناة وموجودة على الصفحة، وكان يوم ظريف. أنا كنت سعيد فيه جدا، وأنا سعيد بالجايزة جدا 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 جدا، لأن بعتبرها وأنا بتكلم في الجمعة الأخيرة في شهر في سنة 2019، بعتبرها بمثابة الكرم من عند الله عز وجل. يمكن لحظة استلام الدرع يا محمد، لحظة استلام الدرع، صورة إسكارية مع الدرع، ودي لحظة استلام الدرع مع من نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعد صديقنا العزيز اللي أنا بشكره على تكريمه بالحضور، وكمان الأستاذة نجلاء ناجي المنسق الإعلامي أثناء استلام الدرع، وأيضا رعاة الاحتفال ورعاة الحفل من على المنصة. يمكن أنا اتكلمت في الموضوع ده وكتبت بوست يا محمد، وكتبت أكتر من بوست، وكمان في أكتر من برنامج صور معايا، ويمكن في على صفحتي على الفيسبوك بعض الحاجات نزلتها، وكمان على القناة على اليوتيوب. يمكن كنا حريصين ان احنا صديقي مصطفى هريدي كان موجود، ودي لقطات من الحفل. حبيت بس في دردشة الجمعة الأخيرة يعني كان يوم ظريف جدا ويوم رائع بصراحة. الإعلامي القدير والكبير الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا يوتيوب فيسبوك تويتر، تلاقيه بيزعج ناس كتير جدا. مش هنقول ولا نتكلم على أشخاص، ولكن هنتكلم دلوقتي عن تكريمه كأفضل إعلامي رياضي وأكثر تأثيرا على منصات السوشيال ميديا المختلفة. الإعلامي الكبير عبد الناصر زيدان، أنا مبسوط أولا إن أنا معاك النهاردة بشاركك لحظة فرحتك وتتويجك اللي هي بالنسبة لنا تتويج لنا كلنا. دي من أهم اللقطات اللي أنا حبيت أدردش معاكم فيها في الجمعة الأخيرة في 2019، وأقول حاجة مهمة جدا بعد ما شكرت اللجنة المنظمة والأستاذ عادل أمين والأستاذة نجلاء وكل القائمين. عايز أقول حاجة مهمة جدا 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 للغاية، إن لولا حضراتكم ما كان هذا التتويج، لأن التأثير يصنعه أنتم باللي أنتم بتعملوه من تعليقات وشير وإعجاب، وإنكم بتخلونا متواجدين بهذه القوة